إلى فقرة ترند وأبرز ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الملاكم المصري رامز حسام توفي عن عمر يناهز 17 عاما متأثرا بإصابته بنزيف في المخ في ختام بطولة الجمهورية للشباب. وكان حسام قد دخل في غيبوبة بعد تلقيه ضربات عدة من منافسه. وأفاد الاتحاد المصري للملاكمة في بيان أن طبيبا يونانيا متخصصا قدم من الاتحاد الدولي للملاكمة وأكد سلامة الإجراءات الطبية المتبعة وأن الوفاة نتيجة تراكمات وليست بسبب المباراة الأخيرة. ونعى وزير الرياضة المصري اللاعب وأمر بفتح تحقيق فيما حدث خلال المباراة. وطالب أحد المغردين باتخاذ احتياطات أمان عالية بالتوازي مع العمل على إلغاء الحركات الخطيرة كالضربة القاضية وخلافه حتى لا تتكرر ضربات أو حوادث من هذا النوع. وذكر مغرد آخر بحادثة مماثلة توفي على إثرها الملاكم الأردني الشاب راشد سويسات. وفي رأي آخر وصف مغرد الملاكمة بأنها رياضة عنيفة لأنها تضر المخ وتعرضه لصدمات عنيفة قد تنجم عنها آثار على المدى البعيد كما حدث مع محمد علي كلاي على حد تعبيره. واسم رامز حسام حقق تفاعلا على تويتر وصل إلى 1,300,000، أما التعليقات فناهزت 400,000 في حين المشاركات وصلت إلى 620,000. أما ثروة التفاعل مع هذه القضية فسجلت يوم الأربعاء تزامنا مع وفاة حسام من خلال 1,000,000 بين إعجاب ومشاركة وتعليق. ولمعرفة المزيد عن أرائكم مشاهدينا طرحنا عليكم سؤالا عبر تويتر هو التالي: بعد وفاة الملاكم المصري رامز حسام، هل تصدر قرارات إدارية وطبية تحول دون تكرار هذه المأساة؟ جاءت نتيجة تصويتكم على الشكل التالي: 40% توقعوا صدور قرارات من هذا النوع و60% لم يتوقعوا ذلك. لنقاش هذا الموضوع نرحب معنا من بيروت بالاختصاصي في العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية دكتور حسن كركي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور حسن. إذا نتحدث عن وفاة الملاكم الشاب رامز حسام، ما الذي قد يؤدي برأيك إلى وفاة مؤسفة وصادمة بهذا الشكل؟ أهلا وسهلا فيك وبالمشاهدين الكرام. بداية لازم نعرف أنه لعبة الملاكمة لعبة خطرة جدا جدا جدا. الهدف باللعبة هي تصيب اللاعب الآخر على رأسه، كل ضربة على الرأس هي عبارة عن تروماتيزم للرأس، وهيدي اللعبة بتعمل إصابات كتيرة وبأعداد كبيرة، ولكن فيها إصابة واحدة هي خطرة كتير كتير عندما يصاب المخ أو الدماغ. أي إصابة بالمخ أو بالدماغ عبارة عن جرح صغير أو جرح كبير رح تعمل نزيف. لما بيكون النزيف كبير كتير من الحالات المريض بفوت بغيبوبة، ولما يفوت بغيبوبة بنبطل نعرف إذا رح يطلع منا ولا لا. ما بدنا ننسى كمان أنه في كتير إصابات وفي كتير توفوا بهاللعبة، بهاي اللعبة بجميع الدول، وفي نقاشات كتيرة بكتير من الدول هل لازم نوقف هاي اللعبة أم لا؟ بالنسبة لرامز صار في نزيف كتير كبير، الوقت ما ناسب لنقدر نتدارك الأمر، وهيدا النزيف أدى لوفاته. عدا عن ذلك دكتور، يعني ما هي لازم نعرف كمان أنه مثلا بأمريكا تفضل بأمريكا هذه اللعبة فيها احتراف، وسنويا عندنا 3 لـ4 لـ5 بيموتوا نتيجة هذه اللعبة لأنه لعبة خطرة جدا جدا. عدا عن ذلك، عدا على عن إمكانية الدخول في الغيبوبة، ما هي التأثيرات المباشرة للضربة الموجهة على الرأس تحديدا على المديين القريب والبعيد؟ مثل ما قلنا لما بيكون النزيف كبير خطرة بتوصلنا لإصابة كبيرة من بينات الوفاة، ولما ما بتكون الإصابة كبيرة رح تعمل بنسميها ميكرو تروماتيزم، يعني إصابات على الدماغ صغيرة. هاي الإصابات بتعمل نزيف صغير ما بيؤدي للكوما، ما بيؤدي للوفاة، ولكن هل يعني هل يوم ورا يوم هل ينجم ورا سنة عن على الطويل رح تعمل إصابات كبيرة. هل ينجم عن هذا النوع من النزيف
يعني المحدود أعراض معينة؟ طبعا أشهر مرض هو مرض باركنسون اللي انصاب فيه اللاعب الشهير محمد علي كلاي. كمان في إصابات تانية بصير في مشكلة بالذاكرة، بصير في مشكلة بالعلاقات العامة. بس في دراسة جديدة وكتير مهمة بتقول إنه إذا اللاعب وقف نهائيا وكان صغير بالعمر ممكن يستعيد قسم من قدراته الذهنية وممكن يتراجع الإصابات لورا، ولكن إذا استمر بهاللعبة للأخير حكما في مشاكل كبيرة مع الدماغ، من بيناتها الملدي مرض الباركنسون، من بيناتها كل شيء له علاقة بنسميها الفونكسيون سوبيريور، يعني الفهم، يعني الذاكرة، يعني العلاقات العامة، يعني المتابعة، رح يصير فيها مشكلة كبيرة. الخبيط على الرأس منه سهل، بيؤدي يا اما لاصابات كتير كبيره يا اما لاصابات بدها تتراكم مع الوقت وتوصله لهيدي الاصابات اللي حكينا عنها. شكرا لك دكتور حسن، وتبقى معنا نرحب بمجموعه من الضيوف ينضمون الينا عبر شبكه زوم. ارحب بكم جميعا، وابدا بمصطفى حسين وهو صحفي رياضي. كيف تتابع خبر وفاه الملاكم الشاب رامز حسام وملابساتها؟ مصطفى هل تستمع إلي؟ نعم. لو احنا نتكلم عن الموضوع ده ممكن نتكلم عنه من جزئين. اول حاجه هو الجزء اللي يخص اللاعب، الاهمال اللي اتعرض له، وده اللي وضحه اهله بعد الحادثه، لان الدكتور محمد عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري للعبه بيوضح بيقول ان كان في دكاتره مسؤوله عن الفحص قبل بدايه المباراه الاخيره لنهائي بطوله الجمهوريه للشباب، ولكن بعد المباراه اتاكد ان هو ما كانش فيه دكتور وان ده كان اهمال، ده اللي وضحه اهل اللاعب. من الناحيه الثانيه اكد الاتحاد بكل حاجه تمام وان في دكاتره، ده جزئيه. اما تمام، اما وده نعم الامر اللي عمل ازمه وده الامر اللي عمل ازمه في الشارع المصري، لان الموضوع اتشهر جدا على مستوى الساحه الرياضيه وبقى قضيه راي عام بسبب الاهمال اللي اتعرض له. وطلع كمان طلبات بحاله الدكتور محمد عبد العزيز للتحقيق في الامر، وده اللي قام بيه فعلا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بتشكيل لجنه مخصصه من الوزاره عشان تبحث ملابسات الموضوع كله والتفاصيل، وفي انتظار بيان الوزاره اللي هيوضح هيئه الامر. اما بالنسبه للعبه فاللعبه فيها جدل كبير جدا حول العالم، ما بين في مؤيد لاستمرار اللعبه او المعارض، ولكن الحل من وجهه نظري ان اللعبه ما حدش هيقدر يمنعها، بل الحل ان احنا نتبع الاجراءات اللازمه لضبط اللعبه، يعني مثلا لو الاجراءات الصحيه تمام والشؤون الطبيه تمام احنا نقدر اللعبه تكمل. ولكن على الجانب الاخر في ناس كتير شايفه ان اللعبه خطر وليها حد يعرض حياته الخطر، ودي زي العاب تانيه ممكن اي رياضي يمارسها. شكرا لرأيك مصطفى، وأعود إليك دكتور حسن كركي. يعني الاتحاد المصري للملاكمة أكد أن هناك طبيبا يونانيا عاين هذه الحالة وخلص إلى أن الوفاة لم تنجم عن هذه المباراة وإنما ناجمة عن تراكمات سابقة. وهنا نسأل عن طبيعة الفحوصات الطبية التي يجب أن تجرى قبل مباريات بهذا المستوى، وهل تعتقد أنه كان هناك تقصير ما؟ لا أعتقد حقيقة أن هناك تقصيرا ما. أنا اللي أعتقده أنه هذه اللعبة خطيرة. هلا أكيد طرحت فكرة مهمة كتير، أنه لازم هؤلاء اللاعبين اللي بيلعبوا بمستوى عالي ومستوى متقدم يخضعوا باستمرار لفحوصات طبية متقدمة، يعني الجهد، يعني للرأس باستمرار يصير في صور للراس لنشوف اذا في اصابات ولو كانت محدوده، لان لما يكون في اصابه محدوده وحده ورا وحده بتوصل لاصابه كبيره. اذا تابع اللاعبين بشكل مستمر ممكن نتفادى بعض الحالات الكارثيه مثل حاله رامز. ولكن ذكرت انت كمان اللاعب الاردني بال 2021
الصوصات. بدك تعرف انه راشد اذا مش غلطان اسمه توفى بعد اسبوع من المباراة. هون فينا نقول يمكن كان في خلل، كان فينا نلقط قبل ما يتوفى، ولكن العامل الاساسي برجع بركز عليه، برغم كل الاجراءات اللي ممكن ناخذها واللي ممكن نتبعها ومتابعة اللاعب، بتضل انه هذه لعبة خطرة. ضرب على الراس خطر، بتكون بالسيارة بتعملي حادث سيارة، بيخبط راسك خبطة وحدة بيعمل نزيف بيموت فيها الشخص. هون انت عم تلعبي باستمرار خبطات مستمرة، لا تيجي وحدة كبيرة كتير رح تعمل نزيف كبير. وبدك تعرفي انه اللاعب، يعني كل لاعبة البوكس لما بيكونوا عم بيمارسوا بيكون الريتم كاردياك، يعني القلب عم يشتغل بمستوى عالي، والضخ تبعه قوي كتير، عمره 17 سنة، يعني ضخ القلب تبعه قوي كتير. مجرد صار في جرح بالمخ أو بالدماغ النزيف رح يكون سريع ورح يكون كبير. إذا ما لحقتي تداركي دغري أنت وبلحظتها، يعني لقاموا لحطوه بالإسعاف لنقلوه على المستشفى، قديش هي بعيد المستشفى، عم يكبر هذا النزيف، وكل ما كبر النزيف كل ما صارت أصعب أصعب نعم، أصعب تدارك النجاة الأمور أو إنقاذ وتلحقيه اللاعب. للاعب. أنتقل إلى عمر محمد فوزي وهو صحفي لا، رياضي. لعبة خطرة. عمر، برأيك هل المطلوب اتخاذ إجراءات إضافية إدارية وطبية تسبق مباريات من هذا النوع لتفادي حوادث مماثلة؟ في البداية أهلا بك يا نادين، وأهلا بكل مشاهدين أهلا الكرام. بك. حابب أعبر في البداية عن خالص التعازي لأسرة الرياضة المصرية بشكل عام والملاكمة بشكل خاص لوفاة اللاعب رامز حسام الذي يبلغ من عمر 17 عاما في بطولة الجمهورية للشباب التي أقيمت في مدينة طنطا المصرية. وبرضه حابب أوضح ملابسات الواقع إن اللاعب بيشارك في البطولة وتخطى مباريات دور ال16 ودور الثمانية ودور قبل النهائي بشكل طبيعي جدا بدون أي إصابات أو أي أعراض، ولكن في المباراة النهائية تلقى عدة ضربات شديدة أدت به إلى عدم القدرة على استكمال المباراة، وفي النهاية اضطر إلى الانسحاب، اضطر الحكم إلى إعلان الانسحاب وفوز اللاعب الآخر بعدم التكافؤ. بعد المباراة شعر اللاعب ببعض الآلام في الرأس ونقل إلى مستشفى بالقرب من مقر البطولة 5 دقائق فقط، ولكن رأى الأطباء أنه بحاجة إلى المزيد من الفحوصات الطبية ونقل إلى مستشفى أكبر بإمكانيات أكبر. وزي ما حضرتك قلتي في الفقرة مع الضيف القبلية أنه تم استدعاء طبيب من الاتحاد الدولي للملاكمة متخصص في هذه الحالات. ولكن بالنسبة للإجراءات التي يجب أن تتبع، لابد من إجراء والتأكد من الكشف الطبي الدوري على اللاعبين قبل المنافسات، قبل بداية كل منافسة لابد من التأكد من أن اللاعب مؤهل طبيا بشكل كامل لخوض هذه المنافسة التي يوجد بها العديد من الإصابات الخطرة التي يمكن أن تؤثر على اللاعب وتنهي مسيرته بشكل كامل. نعم. وبحسب بيان الاتحاد المصري للملاكمة أن ذلك حدث بالفعل، وتم تطبيق شروط الاتحاد الدولي، وتم إجراء الكشف الطبي على جميع اللاعبين. ولكن تم، يعني بحسب البيان أيضا، أن تم توضيح أن اللاعب يعاني من إصابة سابقة هي التي أثرت عليه وهي التي أدت به إلى وفاته، ولكن يجب التأكيد على هذه الإجراءات الاحترازية مرة أخرى، ويجب التشديد على ارتداء واقي الرأس، لأن لاحظنا في بعض المباريات لا، يعني تلعب مباريات بدون واقي الرأس، فيجب العودة مرة أخرى إلى إلزامية ارتداء واقي الرأس الذي يحد كثيرا من الإصابات. أنتقل إلى أمنية وصفي وهي صحفية ومشرفة على صفحة الرياضة مش كرة. إضافة لما ذكره للتو عمر، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أمر بفتح تحقيق في ملابسات هذه الوفاة. هل تتوقعين أن يفضي هذا التحقيق إلى شيء؟ نعم، عايش مرة تانية. وزير الشباب والرياضة أمر بفتح تحقيق للبحث في ملابسات وفاة الملاكم الشاب رامز حسام. هل تتوقعين أن يفضي هذا التحقيق إلى نتائج ملموسة؟ طبعا، يعني في حالات كبيرة أو في حوادث زي اللي احنا شفناها في وفاة الملاكم رامز حسام، يعني ربنا يصبر أهله، يعني دي حاجة مش، يعني ما نتمناش ان احنا نشوفها، وخصوصا ان هو
في وفاته، وكمان مش بجانب بس وفاته، هو لما تكرر يعني تتكرر خبطه كذا مرة على الدماغ، هي ما كانتش مرة وما كانتش كانت أكتر من مرة، وبالرغم من كده هو يعني هو كمل بعد ما وقع على الأرض، رجع كمل تاني. فالموضوع كبير ولازم طبعا يكون فيه اهتمام، اهتمام من اتحاد الملاكمة، حتى كان بتدخل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن هو يتابع الحالة عن قرب. ده أكيد طبعا طبعا ده هيفرق كتير، وخصوصا لما نعمل اجراءات سلامه زي على الالعاب العنيفه اللي زي الملاكمه والمصارعه وغيره، دي حاجات هتفرق كتير. وكمان احنا لازم ناخد بالنا كمان ان هو ونحط وان احنا نحط قوانين، يعني قوانين ويعاقب عليها. ده بقى احنا عارفين ان الملاكمه ان في ان في في بعض في مناطق محرمه الضرب فيها، زي مثلا تحت الحزام، تحت الحزام وفي مناطق معينه من الراس. نعم اللي احنا زي ما احنا شفنا ان الملاكم رامز حسام كان فعلا بالفعل كان بيرتدي واقي راس، ولكن الخبط كان اكبر بكتير من الواقي اصلا يستحملها. وحتى كمان على فكره كان وجود طبيب من عدمه هي الاصابه فعلا كبيره، يعني هو حتى ولو كان تلقى اسعافات اوليه، هو كان زي ما الدكتور حسن بيقول خبطه واحده بتاثر على الانسان، فما بالك بقى ده ملاكم، وكمان هو كمان ناشئ وتعرض لدوت، هو لسه مكمل يعني لسه في بدايه مسيرته. نعم فهو الحقيقي الموضوع لازم يعني ينتشر على اوسع نطاق، ولازم يكون في تحكم بشكل عاجل ومستمر لحد ما نوصل ونحط يعني قوانين معينه نمشي عليها، كمان لو مش يعني مش نعم نمنعها بشكل كامل، على الاقل ان احنا نقننها. وصلت الفكرة أمنية، زي شكرا مثلا يعني هو لك، لو مثلا وأعود إلى الدكتور حسن كركي. دكتور حسن، يعني طبعا أنت قلت أن رياضة الملاكمة بحد ذاتها هي خطرة وقد تؤدي إلى الوفاة، وهذا ما شهدته الولايات المتحدة على سبيل المثال، لكن هل برأيك يمكن إصدار قرارات معينة، إجراءات طبية ما تعزز من سلامة اللاعبين؟ اسمحي لي اقول لك وبكل وضوح، فيك تاخذي الاجراءات، كل الاجراءات اللي بدك اياها، وفيك تحطي كل الامكانات اللي بدك اياها، وفيك تعملي كل شيء حسب القانون والاصول، ستستمر هذه الاصابات والوفاة تستمر. هدف هذه اللعبه الضرب على الراس، مجرد ضربتي على الراس سببتي اصابه، واذا استمرت بهالشكل وبجميع الاحتياطات، فيك تاخذي الاحتياطات اللي بدك اياها، ستستمر هذه الإصابات، والضرب على الرأس سيسبب نزيف. لما بيكون النزيف كبير رح يكون في عنا وفاة، ولما بيكون النزيف خفيف رح يعطيك مشاكل على المستوى المتوسط وعلى المستوى مستوى الطويل. البعيد. شكرا للتوضيح دكتور حسن كركي من بيروت، الاختصاصي في العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية، وشكرا جزيلا لكم ضيوفنا عبر شبكة زوم.